ما لعمر ولشؤون الملك والحكم ما كان أغناه عن هذا. ما الذي دفعه لمنازعة الملك؟ أحاطوا به في أطراف المملكة فدفعوه، وإنه ذو مكانة عندهم. أعرف أن في أخي عمر خصائل حميدة ربما ليست في، لكنه لا يصلح للحكم. لا يساس الناس بالخصال الحميدة وحدها، وإنما بالإمساك بزمام الأمور. دعنا من هذا وقد انتهى، وأرجو أن يكون البحر رفيقا بجثمان أخي. ماذا يا ابن غيدان لو بعثتك بحملة إلى اليمامة؟ يا مولاي، كنا في حديث عن الحرب والقتال فساءك الحديث، فنفذت منه إلى حديث عن حرب أخرى. أنتم العسكر لا تفرقون، فكل حرب كغيرها. فليست الحرب بين أهل على أرضهم كحرب ضد عدو على أرضه. لا يوجد بيننا وبين اليمامة عداء نجرد به حملة عليها. نوجده يا ابن غيدان، فإن عزمت على حرب أوجدت عداء يدفعك إليه. فلما اليمامة؟ والحبشة عدوة وذات خطر وأطماع. لقد زينوا لليمامة في عيني يا ابن غيدان حتى صرت أنام وأصحو وكأنها في ملكي. يا مولاي، أنت رجل حرب، ووزيرنا الأول يعفر رجل سياسة، وأنا الملك رجل سياسة وحرب معا. والسياسة ترى أن تكون اليمامة في يدنا، ليس لما هي عليه من الثروة والموقع، بل لأنها منفذ إلى غيرها أبعد منها. فكيف إذا كانت هي على ما يصفون؟ كما قلت يا مولاي، أنا رجل حرب، أسير وسيفي مشرع أمامي إلى حيث يسيرني. لكن لابد من أمر يبرر أي حرب يلتقي عنده المهاجمون والمدافعون. اسمع يا ابن غيدان، أما قلت إن الحكم حسناء كثيرة الغواية؟ إنه كذلك، إنما الحكم في أرضك وديارك وأهلك كالزوجة، تلزمها وتلزمك وتحفظ شرفها وشرفك.